أهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر وفيها. وزيرة الصحة تعلن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لفيروس كورونا في مرحلتها الثالثة. وزارة الري تعلن متابعة إيراد النهر وموقف الفيضان على مدار الساعة. حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط في مقتل الأسترالي بقسم المنيب. اجتماع التحالف الوطني للأحزاب لتشكيل القائمة الوطنية الموحدة فتابعون. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية. وتحدثت وزيرة الصحة عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية على اللقاحين، والمتطوعين يمكنهم التسجيل في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا بداية من اليوم من خلال موقع الوزارة. دعونا نشاهد جزء من كلماتها ثم نعود لنبدأ النقاش. النهاردة بداية تدشين مع العالم ومع دول العالم المتقدم، تدشين المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاحين من لقاحات الكوفيد 19 الكورونا. ضمن 7 لقاحات في العالم وصلوا للمرحلة الثالثة من هذه الأبحاث الإكلينيكية. طبعا المرحلة الأولى بتبقى على عدد مبحوثين في حدود 20 مبحوث، من 10 إلى 20 مبحوث، علشان تتطلب في المرحلة الأولى إن احنا نتأكد من السيفتي أو الأمان بتاع المادة أو التطعيم، ونبدأ نحدد الجرعة المناسبة. المرحلة الثانية بتشمل عدد أكبر، توصل ل200، وبنتأكد فيها من الأمان بتاع التطعيم برضو، والجرعة بتبقى مؤكدة، ونتأكد من كفاءة التطعيم وقدرته على إن هو ينتج أو يساعد الجسم على إن هو يطلع الأجسام المضادة. بعد كده بتتعمل على عدد كبير. احنا الابحاث الاكلينيكيه دي في المرحله الثالثه على نوعين من الفاكسينات، زي ما قلت من ضمن 7 فاكسينات في العالم وصلوا للمرحله الثالثه. المستهدف عالميا لهذه الفاكسينات 45 ألف مبحوث، منهم 6000 في مصر. تم الانتهاء في العالم من اجراء هذا البحث لهذه الفاكسينات الاثنين اللي احنا هنشتغل عليهم النهاردة على 35 ألف مبحوث في العالم، والنتائج حتى الآن مطمئنة جدا. ده أحد الاثنين اللقاحات اللي احنا هنشتغل عليها. عندنا 3 أماكن هنجري فيهم الأبحاث، وعندنا طريقة معينة للانضمام. وبينضم إلينا من برمنغهام دكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا. أهلا بك معايا دكتور محمد. وإحنا تابعنا تصريحات وزيرة الصحة، تابعنا البيان بتاع وزارة الصحة امبارح، لكن الحقيقة كان في تصريح آخر النهاردة من الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصري واللقاح. قال إن اللقاح المصري أيضا دخل المرحلة الثالثة. فهل يعني هل دلوقتي احنا امام لقاح صيني او ولقاح اخر مصري، ولا هو نفس اللقاح ولكن بالتعاون ما بين مصر والصين؟ ايه المعلومات اللي نعرفها تحديدا؟ مساء الخير استاذ سلمى ومساء الخير على المشاهدين. لغايه دلوقتي احنا ما عندناش معلومات واضحه اذا كان في فعلا لقاح مصري ولا لا. لم يتم الاعلان قبل كده عن اي تطوير لقاح مصري او ان هو دخل مرحله اولى او ثانيه. واذا كان في لقاح مصري، طب ليه احنا نجرب لقاح صيني على المرضى على المواطنين المصريين؟ طب من الاولى ان احنا نجرب اللقاح المصري. كمان للاسف احنا برضو ما عندناش معلومات كافيه عن اللقاحات الصينيه من حيث المادة العلمية أو التركيب أو طريقة التصنيع، لم يتم الإعلان عنها. يعني أنا كمتطوع مثلا
ببقى عايز اتطوع في تجارب سريريه زي كده او تجارب كلينيكيه، فببقى عايز اعرف ايه اللقاح اللي هيتجرب عليا، ايه نوعيته، يعني اذا كنت مش متخصص، يعني اذا ما كنتش دكتور ولا حاجه، عايز اعرف ايه هو اللقاح ده، اسمه ايه، الشركه المنتجه ليه، هل هي ليها خبره قبل كده سابقه في انتاج لقاحات مماثله ولا لا، هل شركه موثوق فيها، هل اللقاح امن، هل اللقاح فعال، كل الحاجات دي محدش يعرف عنها حاجة. فأعتقد إن هو يعني كمتطوع أعتقد إن هيبقى فيه شكوك كبيرة قوي كمتطوع إن أنا أشترك في لقاح زي كده، يعني في تجربة زي كده، وخصوصا إن يعني يمكن جزء كبير من الاستعداد للتطوع هيخضع لثقة المواطن المصري في الحكومة عموما وفي وزارة الصحة خاصة. واحنا زي ما احنا شفنا من تجربة الكورونا ان كان في شكوك كتيرة من ناحية إدارة الأزمة، أزمة الكورونا، من ناحية الحكومة المصرية ومن وزارة الصحة. كمان لازم يكون كمتطوع لازم اكون مطمن ان انا لو لا قدر الله حصل اي مضاعفات نتيجة استعمال اللقاح ده، لازم اكون مطمن ان هو في رعاية صحية كافية ليا لو لا حصلت مضاعفات، وده برضو محل شك كبير. فيعني نتمنى، هو للأسف هو ما فيش طريقة تانية ان احنا نجرب اي لقاح او اي دواء في الدنيا غير ان هو يكون على بس هل المشاكل دي يا دكتور محمد بتواجه المتطوعين بشكل عام في أي مكان في الدولة في أي مكان في العالم، ولا حضرتك بتتكلم عن حالة خاصة عننا إحنا في مصر؟ هي جزء كبير منها بيواجه كل المتطوعين في العالم كله، بس جزء برضو في مصر يمكن غياب الشفافية من ناحية الحكومة في كل حاجة، يعني مش بس في اللقاح. يمكن مصر من أكبر الأماكن في العالم اللي بيتعمل فيها تجارب سريرية من غير ما يتم إعلام المواطنين نفسهم أو المرضى، يعني في أدوية كثيرة جدا بتتجرب في مصر غير مسموح بيها في دول العالم المتقدم أو في أمريكا، وبيتم تداولها في مصر على إنها أدوية مثبتة الفعالية، في حين إنها في طور التجربة. يمكن كمان الشفافية، كمان الرقابة، يمكن في غياب لمنظمة الصحة العالمية عن رقابة اللقاح اللي احنا هنستعمله، وفي غياب كمان لمنظمات المجتمع المدني. يعني من غير منظمات المجتمع المدني ومن غير ما يكون في هيئات مستقلة للرقابة على اللقاح وعلى نتائجه هتبقى صعب جدا. يمكن عندنا تجربة، يمكن أنا شخصيا كنت انفولفد فيه، يعني كنت متورط فيها، كانت تجربة جهاز الكفتة، يعني الجهاز الكفتة اللي هو تم الإعلان عنه من قبل اللي هو عبد العاطي ومن القوات المسلحة، تم الحصول على موافقات من وزارة الصحة وتمت الإعلان عنه وأعلنوا إن هو تم تجربته وكل الكلام ده بدون أي هيئات مستقلة تراقب عليه، وبالعكس تم الإعلان كمان عن النتائج، وبعدين في الآخر تم اكتشاف إن هو عبارة عن فنكوش كبير. فبرضو كل الحاجات دي بتأثر على ثقة المواطن في تجربة زي دي، ممكن يكون في ليها تأثير على الصحة طب بتاعته. دكتور محمد، لو رحنا لنقطة تانية برضو كانت أعلنت عنها الوزارة، وهو أن التصنيع هيتم عبر شركة فاكسرا، هي هل مصر أصلا عندها القدرات وعندها الإمكانيات الكافية للتصنيع لصالحها ولصالح أفريقيا أيضا؟ أعتقد أن مصر عندها البنية التحتية من ناحية المصانع ومن ناحية التكنولوجيا ومن ناحية الخبراء والإيد العاملة أنها تنتج لقاح، يعني مجرد الحصول على التكنولوجيا أو طريقة عمل اللقاح ده. يعني في شركات مصرية، شركات أدوية بيتم تصدير أدوية بتاعتها للعالم كله، فأعتقد أن البنية التحتية موجودة، ويتبقى بس أن هو الإرادة السياسية في ناحية البحث العلمي، بحيث أن احنا يبقى عندنا إنفاق كافي على البحث العلمي وننتج الأدوية بتاعتنا وننتج الأمصال اللي احنا محتاجينها سواء للكورونا أو لا قدر الله في أي فيروس تاني. ما فيش أي ضمانات أن ممكن ما تحصلش أي وباءات مستقبلية، فإحنا عندنا التكنولوجيا اللي تسمح لنا أن احنا ننتج مصل لأي حاجة يتم يعني انتشارها بعد كده. أعتقد أن ده هيوفر جزء كبير جدا من معامل
الامان للمواطن المصري ان هو عارف ان حكومته بتشتغل على كده، وبالعكس ده ممكن يوفر مبالغ، يعني مبالغ ماليه رهيبه. يعني الشركه اللي هتنتج المصله، عشان كده في زي سباق ما بين شركات الادويه وما بين مراكز الابحاث على انتاج اللقاح، لانه بغض النظر طبعا عن الفائده الانسانيه اللي هتحصل نتيجه اللقاح والفائده الاقتصاديه على الدول، في فائده ماليه هتحصل كتير جدا للشركات المنتجه، مليارات من الدولارات هتخش للشركه المنتجه بمجرد الاعلان عن فاعليه اللقاح وان هو بقى صالح للاستعمال الادمي، فهيخش لهم مليارات من الدولارات، هترفع اسهم الشركات. فاحنا واحنا عندنا بحث، بننفق بحث علمي، في استثمار في البحث العلمي، ممكن يبقى في المستقبل يبقى عندنا يعني بنيه تحتيه وعندنا قدره على الانتاج ده، وممكن يدخل يعني في شركات أدوية اقتصادها قد اقتصاد دول يعني. نعم. فأعتقد إن هو لازم نبص للموضوع ده في المستقبل. طب دكتور محمد، احنا شفنا للأسف يعني ارتفاع في أعداد الإصابات في دول كثيرة ممكن تكون أصلا كان انتهى فيها المرحلة الأولى من الفيروس. هل احنا دخلنا في مرحلة أخرى من هجوم الفيروس علينا، ولا دي تبعات المرحلة الأولى لسه فيها، ولا دخول الشتاء هيرجع الفيروس تاني؟ وهل عندنا معلومات هيكون شكله إيه هذا الشتاء؟ هو صراحة هو السؤال ده مش هيفرق كتير، يعني سواء إذا كنا في مرحلة في الموجة الأولى ولا لسه في الموجة الأولى ولا في الموجة الثانية، هي إحنا عندنا وباء ويعني مستمر، موجة أولى موجة ثانية، كل دي حاجات إحنا بنتكلم عليها ثيوريتيكال نظريا، لكن في الواقع على الأرض فعلا في انتشار في الحالات. إحنا شايفين دولة زي فرنسا بتسجل 10,000 حالة كل يوم في الثلاث أيام اللي فاتت، رغم إنها كانت وصلت ل 500 و600 حالة. في دول زي الهند مثلا وصل عندها 100,000 حالة يوميا. فاحنا بنتكلم فعلا ان في انتشار للوباء، ولو حد تابع المنحنى هيلاقي ان في زيادة في عدد الحالات، وصلنا ل 29 مليون حالة لغاية دلوقتي. فطبعا سواء كانت تبعات موجة اولى او موجة ثانية، احنا قدام وباء، والعالم كله ابتدى يتعلم من اخطاء التجربة الاولانية. يعني شايفين العالم كله ابتدى يزيد جدا من عدد المساحات. يمكن هنا في انجلترا عندنا النظام اللي هو بيسموه تراك اند تريس، اللي هو تتبع المرضى، لازم كل الناس اللي عندها اعراض تعمل مسحه، ولازم يبلغوا عن الاشخاص المخالطين ليهم، والحكومه بتتتبع الاشخاص دي على اساس ان ده هو اكتشاف اكبر عدد من المصابين، حصره الوباء في مناطق جغرافيه معينه، ممكن يضطروا يعملوا اغلاق او لوك داون في مناطق جغرافيه معينه بحيث ان هم يحدوا من انتشار المرض. ممكن كمان التراس اند تريك ده بيخلي تراك اند تريس بيخلي الـ 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 ان انت ممكن تكتشف المرض مبكرا، وده بيساعد على علاج المرضى المصابين بالفيروس بسرعه، وبيقلل من عدد الوفيات. يمكن شفنا ان رغم عدد الاصابات زادت قوي، بس عدد الوفيات قلت، لان العالم كله بيتعلم من اخطائه. ويمكن دي المشكله اللي واقعه فيها الحكومه المصريه، يعني في الوقت اللي العالم كله بيزود عدد المساحات، يمكن في دول وصلت لملايين، مئات الملايين من عدد المساحات، احنا في مصر لازلنا عدد المساحات قليل جدا. يمكن الحكومه امتنعت اصلا عن عمل المساحات، لاننا ما بقناش نشوف اي تحديث لعدد المساحات، وده في خطوره شديده جدا، وخصوصا مع قدوم الشتاء ومع اختلاط الناس بعضها وأعراض البرد اللي هتكون شبيهة جدا بأعراض الكورونا. فأعتقد إن هو يعني من السهل جدا إن الحكومة كانت تعمل مصنع للمساحات وتنتج مساحات بكميات كبيرة وتبتدي تعلن بمنتهى الشفافية. إحنا شايفين دول بتعلن عن 10,000 و20,000 في اليوم، فليه إحنا خايفين إن إحنا نعلن إن إحنا زايدين عن 150 ولا 200، إننا كلنا عارفين إن الأعداد أكتر من كده بكتير. الصراحة رؤية، يمكن رؤية سياسية غير موفقة في المرحلة دي، لأن ممكن يكون ليها تبعات كتيرة جدا على البني آدمين وعلى ربنا الاقتصاد يعدي على خير يا دكتور، ربنا يعدي على ربنا خير يسترها إن شاء الله وإن مع شاء الله الشعب يسترها المصري كله على ومع الجميع. العالم. والله بنشكرك، كنت معنا من برمنغهام عبر خدمة سكايب الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء، أهلا بك يا دكتور معنا.
وصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معه. واستعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها كل من قطاع شؤون مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المالي المائي الحالي. وأشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من القاهرة الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ووكيل وزارة التموين سابقا. أهلا بك معايا دكتور نادر، شرفتني. وخلينا نبدأ من لجنة تنظيم إيراد النهر اللي أعلنت أنه من المبكر الحكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان. يعني طبعا قلبنا ودعائنا مع أهلنا في السودان، بس ده بيخلينا نسأل هل ممكن يكون بيمثل أي خطورة علينا في مصر؟ اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا. لا، هو كمان وزاره الري اعلنت الحقيقه من عده ايام انه مستوى الفيضان هذا العام فوق المتوسط، وانه ممكن ان يعني انه فيضان غزير، واننا في العام الثالث للسبع سنوات السمان، وانه الفيضان هذا العام لم يتكرر من نحو 108 سنه من عام في القرن الماضي 1912. فيضان غزير عادي، تتردد أقاويل كثيرة، رغم أن وزارة الري ممتنعة عن إدلاء بأي تصريحات، أننا فتحنا مفيد تشكي لنصرف كميات من المياه. اشتهت بعض القرى في محافظة البحيرة من غرق بعض أراضيها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وده معناه أنه ما يخرج من السد العالي زاد لغسيل النهر من كل ما يصل إليه من تلوث. ودي أحد السياسات، لما يكون الفيضان عالي بالإضافة إلى فتح مفيد توشكا بنصرف كميات أكبر أيضا في مياه نهر النيل لغسيل التلوث وتنشيط وتنقية مياه النهر. ولكن طبعا يمكن إحنا عشان في شهر سبتمبر وقت حصاد المحصول الصيفي، فما عندناش زراعات في الحقول بتاخد مية كانت ممكن تستفيد من الفيضان بشكل أكبر. إحنا بنحصد الرز دلوقتي، بنحصد الذرة، القطن في آخر شهر دي فما بيرواش، والزراعة الشتوية بتبدأ في أكتوبر ونوفمبر. فبالتالي يمكن الفيضان العالي هذا العام اللي لم يتكرر من 108 سنة يمكن بس ادانا فرصة ان احنا نملأ تماما بحيرة السد العالي، ودي ساعتها نحو 162 مليار، منها عمق حي 90 مليار، وده حيقينا اي اخطار في الملء القادم اللي هتقوم به اثيوبيا في السد، واللي اعلنت انه هيصل الى 18.4 مليار وتكرر في خلال الخمس سنوات القادمة. يمكن ده لا يشعر مصر بأي نقص في المياه نتيجة امتلاء بحيرة السد العالي، وأيضا امتلاء الثلاث سدود سودانية اللي موجودة سواء على النيل الأزرق أو على النيل الموحد، روسيرس وصنار وميروي، وعلى نهر عطبرة خشم الجربة. إنما فيضان غزير يدخل ضمن العام الثالث للسنوات السمان، نتمنى أن تكتمل السبع سنوات السمان وتملأ إثيوبيا خزانها ابتداء من العام القادم دون حدوث اي نقص في الموارد المائيه لا لمصر ولا للسودان. يعني لو استمر الفيضان بهذا الشكل مش هيكون في اي تاثير على مصر او خسائر في مواردها المائيه لو فعلا اقدمت اثيوبيا على ملء السد الملء الثاني في اغسطس، مظبوط؟ ده صحيح. هو طبعا اولا احنا دلوقتي خلاص امننا نفسنا من الملء حتى لو جه الفيضان قليل في العام القادم، لانه بحيره مصر امتلأت عن اخرها. الامر الثاني انه لو استمر الفيضان غزير للعام الرابع على التوالي من ضمن السبع سنوات اللي معتادين يكون فيهم الفيضان عالي، فده معناه ان اثيوبيا هتملأ من مياه الفيضان وليس من مياه النيل الازرق نفسها، وبالتالي لن نشعر باي نقص في تدفقات النيل الازرق اللي تقريبا حوالي 50 مليار متر مكعب بتقسم مع باقي المياه القادمة من عطبرة والصباط والنيل الأبيض بين مصر والسودان. فده هيكون خير سواء لإثيوبيا
انه السد بتاعها اثناء المرحله الثانيه من الملء الاول لم يضر لا مصر ولا السودان، وايضا ان الفيضان قدر يعوضنا عن اي نقص في المياه سوف تحجزه اثيوبيا، خاصه انها كميه كبيره. يعني اثيوبيا السنه دي مليت 5 مليار او اقل قليلا 4.9، انما في العام القادم مصر على ملء 18.4 مليار رغم عدم التوافق عليها حتى الان، ورغم الاتفاق على عدم الاعلان عن اجراءات احاديه الجانب من اي دوله، انما اثيوبيا اعلنت قبل ان تتوصل الى اتفاق مع مصر والسودان والجوله القادمه محدد لها ان تبدا باكر 14 اغسطس، ولكن لم يعلن عنها رسميا حتى الان رغم تصريحات وزاره الخارجيه الاثيوبيه بان الجوله الثانيه 14 سبتمبر، ولكن لم يرد اي شيء عن بدأها غدا حتى الان، انما اعلان احاد الجانب على الاقل من اثيوبيا بانها في العام القادم ستحجز 18.4 مليار، اي ما يساوي حصه السودان من مياه النيل كامله وليس من مياه النيل الازرق، ولكن فيضان هذا العام سوف يغنينا عن الاحساس باي نقص في المياه في الخمس سنوات القادمه. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ووكيل وزارة التموين صادق، شرفتنا يا دكتور. أمرت النيابة بحبس 4 أمناء الشرطة وإخلاء سبيل الضابط بكفالة مالية في واقعة وفاة مواطن إسلام الأسترالي، حيث قال الضابط في تحقيقات أنه تلقى إخطار بوقوع مشاجرة في شارع المذبح فتوجه إلى المكان للإخطار وألقى القبض على أطراف المشاجرة، وكان المتوفي مصابا بجروح وسحاجات من أثار المشاجرة. وأمر أمناء الشرطة باقتياد المتهمين إلى مقر قسم الشرطة، وبعدها غادر قسم الشرطة، فيما قال أمناء الشرطة أنهم أودعوا المتهمين الحجز وفوجئوا بصراخ الضحية وتألموا فاستدعوا له الإسعاف إلى أنه كان قد توفى. دعونا نشاهد التقرير ثم نعود لنبدأ الحوار. غضب في شوارع المنيب جنوب محافظة الجيزة المصرية يشهد مظاهرات شعبية سببها قسم الشرطة. إسلام الأسترالي شاب توفي بعد احتجازه من قبل الشرطة بيوم واحد، الاعتقال نتيجة شجار في شارع المذبح بحي المنيب، تقول النيابة العامة المصرية، وتضيف في بيانها وقوع إصابات ووفاة شخص من جراء الخلاف. لم تمضي 24 ساعة على احتجاز إسلام الأسترالي حتى فارق الحياة. وزارة الداخلية تشدد على أن نوبة قلبية توفي إثرها الشاب المصري، لكن عائلته توجه أصابع الاتهام لقسم الشرطة وتؤكد أن التعذيب أدى إلى الوفاة. شوارع المنيب آثرت الوقوف إلى جانب عائلة الشاب المتوفى، فسوابق حالات الموت تحت التعذيب لكثير ممن كانوا محتجزين تجعل من الرواية الرسمية صعبة التصديق. حوادث طالما وصفتها السلطات المصرية بالفردية في كل مرة تواجه انتقادات محلية ودولية بشأن العنف الأمني المميت. آخر مستجدات قضية الجيزة تضمن احتجاز 4 أمناء شرطة في قسم المنيب وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات بحسب ما أعلنت عنه مصادر قضائية. وزارة الداخلية المصرية تؤكد مواصلة التحقيق في قضية تحولت إلى قضية رأي عام، احتقان في الشوارع يندد بعنف الشرطة ويطالب بالقصاص في مشاهد تعيد للأذهان بدايات تظاهرات ثورة يناير عام 2011 بعد مقتل الناشط خالد سعيد. قضية المنيب تصب مزيدا من الزيت على نار الغضب الشعبي، قرارات بهدم منازل في القاهرة بدعوى أنها مخالفة للقانون دفعت إلى التظاهر ضد الحكومة وسياساتها. لاستعداء الشارع واستفزازه ثمن باهظ، ومجابهته بالقبضة الأمنية لم يجدي نفعا، وفصول التاريخ العديدة تشهد على ذلك، ما يضع الحكومة المصرية مجددا في تحد صعب لامتصاص سخط ونقم الشارع. وانضم إلينا عبر خدمة سكايب من جنيف محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا. أهلا بك معي أستاذ محمد،
وخلينا نبدأ من استخدام الشرطة لتفريغ الكاميرات والتوصل لتكذيب رواية الشرطة الأولانية، استخدام النيابة لتفريغ الكاميرات والتوصل لتكذيب رواية الشرطة الأولانية اللي قالت إن هو كان متوفي بالفعل. هل إحنا شفنا دون في قضية إسلام الأسترالي وشفناه قبل كده في قضية مجدي مكين، هل ده نعتبر بادرة إيجابية إن إحنا خلاص بقى عندنا آليات مراقبة وبقى عندنا كاميرات وهيتم استخدامها في كل قضية، ولا دي صدفة في القضية دي في قضية مجدي مكين؟ طبعا هي ليست صدفة، يعني خلينا نقول انه تقريبا القاهرة بالكامل وربما كثير من العواصم الكبرى يعني مراقبة طول الوقت بالكاميرات، ده حاجة. لكن خلينا نقول ان الآلية اللي استخدمتها النيابة العامة يعني من تفريغ الكاميرات لتشريح الجثة، وانتظرت التقرير النهائي انه الاسلام الاسترالي تعرض للتعذيب، وانه يعني التحقيق اثبت انه في عنف استخدم ضده، وتكذيب رواية الشرطة المصرية، ده بيأكد على إنه إحنا ماشيين في قضية ربما تسير في اتجاهها الصحيح. طيب أستاذ محمد، يعني في قصة إسلام، وده هيدخلنا لسؤالين، بس في قصة إسلام هنا هون تحديدا سمعنا أنباء عن ضغوط بتتعرض ليها والدته للتنازل عن القضية. هل لو والدته دلوقتي تنازلت عن القضية، القضية كده تنتهي خلاص وتغلق، ولا الموضوع أصبح في إيد النيابة والنيابة هي اللي ليها القرار؟ لا، مؤكد ان الموضوع ليه علاقه دلوقتي بالنيابه، ده حق المجتمع بالكامل. الاسره في البدايه قدمت بلاغ للنيابه العامه، ثم تم الضغط على الام والاشقاء، وتم القبض عليهم مرتين متتاليتين، يعني قبضوا عليهم ثم اخلوا سبيلهم من قسم الشرطه للضغوط عليهم، وفعلا الناس يعني تحت الضغوط قرروا انهم يسحبوا القضيه. لكن الان القضيه في ايد النيابه العامه واصبح حق المجتمع، فلذلك النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل الآن في التحقيق في تلك الدعوة. يعني بغض النظر أن الأسرة قدمت بلاغ أم لا، لكن النيابة العامة بشرت اختصاصها باعتبار أنه في شخص مات داخل قسم الشرطة أثناء احتجازه في قبضة الدولة، وأنه التحقيقات أثبتت أنه أو الشهود أثبتوا أو قالوا أنه ربما يكون تعرض للتعذيب، وأيضا أنه الطب الشرعي أكد أنه في سحاجات وفي تعرض للضرب، ثم التقارير الكاميرات اكد على انه تعرض للضرب في منطقه المحل بتاعه في منطقه المنيب، حتى اسم الشرطه، كل ده بيأكد ان الموضوع الان اصبح في ايد النيابه، ومن الصعب انه النيابه تتراجع بعد الاجراءات اللي خدتها، خاصه بعد حبس 4 امناء شرطه وانه الضابط طلع بكفاله. طيب نرجع لجملة إن الضابط طلع بكفالة، يعني إحنا كنا لسه بنتكلم على إن في ضغوط على أهل إسلام الأسترالي، وفي ضغوط على الشهود، وفي ممارسات من نوع دون، وفي نفس الوقت بنشوف الضابط اللي هو أحد المتهمين في هذه القضية بيخرج بكفالة 5000 جنيه، في حين إن بنشوف في نفس الوقت ناس بتخش بتتحبس احتياطي بشهور طويلة وبتجدد لها إن لم يكن لسنوات عشان جملة كتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل قانونا في فرق ما بين الحالة دي وما بين الحالة دي؟ بيشرح ليه الضابط المتهم في قضية زي كده ممكن يخرج، وليه شاب كتب حاجة على تويتر بتجدد له وما بيخش إخلاء سبيل أيضا؟ هو مؤكد انه ده اختصاص النيابه العامه، انها تقدر تحبس الشخص حبس احتياطي، وتقدر انها تخلي سبيله بضمان محل اقامته او بكفاله، يعني ايا كان. طبعا احنا طول الوقت احنا ضد اللي بيحدث للشباب طول الوقت، اللي بيمارسوا حريه الراي والتعبير والقبض عليهم فترات طويله ودعهم في السجون لسنوات، كل هذا مرفوض. لكن خلينا نقول برضو في الواقعه دي بالتحديد، يعني النيابه العامه هي صاحبه الاختصاص الان، هي تحقق في الدعوه، وانا اتصور انه ما قامت بيه حتى الان بيؤكد على انه انها ربما تسير في الاتجاه الصحيح. اي بس ايه ربما شروط الحبس الاحتياطي اصلا يا استاذ محمد؟ هو ده سؤالي. هو في شرطين للحبس الاحتياطي تقريبا، يعني خلينا نقول انه اكثر من 90% لا تنطبق على الشباب اللي هم بيقعدوا سنوات في السجون المصريه. الشرط الاولاني انه هذا الشخص ما يكونش ليه يعني محل اقامه ثابت، او ليه عمل ثابت تقدر النيابه توصل له. الشرط الثاني انه خروجه من السجن او من فتره الاحتجاز انه يعني يعبث بالادله او انه ياثر على التحيات. خلينا نقول انه النيابه العامه بالخطوات اللي خدتها في الفتره الاخيره بتاكد انه هي وضعت ايديها على كل الادله واصبحت ملك للعالم. يعني النهارده الكلام
لم يعد كلام مرسل. يعني خلينا نقول في بداية الواقعة الشرطة المصرية تسرعت وقامت بإصدار بيان قالت فيه إنه دي وقعت مشاجرة وإن إحنا ملناش علاقة بيها وإنه كانت مشاجرة بين 4 و2 واستخدم فيها الأسلحة، وتورطت في يعني معلومات خطيرة. النهاردة لما النيابة العامة تخرج وتكذب تلك التقارير اللي خرجت من وزارة الداخلية، ده معناه حاجتين: إن وزارة الداخلية ربما تكون كانت بتحاول تبرأ أو بتساند الأشخاص اللي ارتكبوا جريمة، ده رقم واحد. رقم اتنين إن النيابة العامة أصبحت تقوم بدورها في الصحيح اللي احنا نتمناه. طبعا يعني ناس كتيرة كانت تتمنى إن الضابط يتحبس زي أمناء الشرطة، وأنا من هؤلاء الأشخاص، لكن في النهاية يعني النيابة اتخذت القرار اللي هو من صلاحياتها، إنها ممكن تكون عندها بعض الموائمة، ممكن هي شايفة إنه مش هيأثر على التحقيق، ممكن يعني أيا كان هذا الأمر. أنا اللي يهمني في النهاية إن يتم إحالة القضية للمحكمة، وإن هؤلاء الأشخاص يعني يتم إدانتهم وياخدوا العقوبة يعني اللي يستحقوها، لأن هم للأسف قتلوا إنسان بغير وجه حق، وإنهم للأسف الشديد يعني لم يراعوا القانون باعتبارهم رجال الضبطية القضائية، وقاموا بتعطيل القانون وارتكاب جريمة، وللأسف الشديد هم تحدثوا باسم الدولة. فأنا أتمنى أن القضية تسير لنهايتها إن شاء الله، ويتم إدانة يعني من يكون قد ارتكب الجريمة ضد طب هذا أستاذ الإنسان. محمد، بيتقال أحيانا أن التعذيب ده جريمة فردية، يعني محلات فردية فقط لا غير، ودليل على كده أن في ضباط بتتعاقب. إيه تقييمك للكلام ده؟ يعني خليني اقول، انا في كلامي بقول انه اتمنى ان القضيه تسير في الاتجاه الصحيح، يعني لانه في النهايه في مراحل كثيره احنا رصدناها كمحامين انه ممكن يتم تبرئه الضابط، في مراحل في التحقيقات الاولانيه، في مراحل في ان الداخليه بتدي بعض يعني الدعم للضباط، ان تقول يعني خاصه الضباط اللي بيعذبوا في اماكن يعني امنيه زي امن الدوله وغيره، تقول ما فيش ضابط بالاسم ده لانهم بيستخدموا اسلحه حركيه. ممكن النيابه العامه ما تجدش انه يعني انه ما فيش مشكله، ممكن الطب الشرعي يقول لك ان ما فيش جريمه، ممكن يحل المحكمه والمحكمه يعني تدينه وتتم ادانته يعني بحكم ضعيف الغرامه او حبس سنه مع الايقاف زي كتير من الضباط، ممكن ياخد حكم يعني عادل لكن ياخد في النهايه عفو من السيد رئيس الجمهوريه. يعني خلينا نقول ان في مراحل كثيره ما حدش يقدر يضمنها، لكن خلينا نتمنى انه نسير في الاتجاه الصحيح، وانه يتم ادانه هذا الفعل الجريمه الشنعاء اللي هي التعذيب، اللي وصفت في المجلس الدولي لحقوق الانسان، ووصفت من كل المنظمات الدوليه انها جريمه منهجيه، وانها بتمارس على الجميع في مصر في اماكن الاحتجاز. لكن نامل انه دي تكون بدايه، ربما انه النيابه العامه تقوم بدورها بشكل حقيقي، وانه الشرطه يعني تمتنع عن حمايه يعني كل من يعني يقوم بارتكاب تلك الجريمه باسم الشرطه. يعني للأسف الشديد الشرطة هي بتدافع عنهم، هي بتتخيل أنها بتدافع عن نفسها، لكن موقف النيابة العامة لم يدين فقط أمناء الشرطة والضابط، لكن أدان أيضا المؤسسة الرسمية اللي هي وزارة الداخلية. طب أستاذ محمد، وحضرتك بتذكر أن تقارير كثيرة قالت أن هذه جريمة هي ممنهجة في مصر، وعندنا تقارير أممية قالت وجهت انتقادات حقوقية إلى مصر في شأن التعذيب، وقالت أنه جريمة ممنهجة، وشوف لها أيضا وجهت تقارير أممية أيضا وجهت نفس الاتهامات إلى يعني إلى دول أخرى حوالينا زي الله يرحمه خاشقجي، أكيد كلنا متذكرين. هل الأنشطة الدولية دي وهل التقارير الأممية اللي احنا بنحكي عليها دي ليها أثر على أرض الواقع في رأيك؟ مؤكد ليها أثر، ومؤكد إنه الإجراءات اللي بتحاول تعملها الدولة وتحاول إنه تبيض وجهها هي تخشى الانتقادات، لأنه في النهاية الدول اللي ما بتحترمش حقوق الإنسان عاجلا أم آجلا هذا الملف ربما يعني يخرج على السطح في يعني في ثانية واحدة، وانه معظم الاتفاقيات اللي مصر بتعملها مع الدول الكبيره زي الاتحاد الاوروبي وزي امريكا هنجد انه كل الاتفاقات الاقتصاديه وحتى العسكريه هنجد انه ملفات حقوق الانسان بتكون حاضره طول الوقت وفي ضغوط بهذا الشان، لكن احنا لا نتمنى انه الدوله المصريه تحترم
حقوق الانسان المصري لانه في ضغوط، تتمنى انها تحترم حقوق الانسان المصري لان الانسان المصري يستحق هذا، يستحق انه يعيش بكرامه وانه لا يتعرض للتعذيب ولا للاهانه. فانا اتصور الملفات الحقوقيه مهمه وانها رصد تلك الحالات مهمه، خاصه ايضا ان جريمه التعذيب جريمه لا تسقط بالتقادم، يعني يستطيع كل ضحايا التعذيب الان وفي الماضي انهم يعني في يوم من الايام ايا كان هذا اليوم قادم يستطيعوا انهم يقتصوا من الجناه الحقيقيين، لانه اذا تقاعست الدوله عن نصره المظلوم تلك الجريمه لا تسقط بالتقادم، وسوف ياتي يوم الناس تلجا فيها لقضاء عادل او ربما لجهات امميه تقتص فيها من اشخاص بعينهم مارسوا التعذيب. طب استاذ محمد، هل الجماعه الحقوقيه قدمت بديل قانوني لمكافحه التعذيب في مصر؟ يعني الجماعة الحقوقية خلينا نقول إنها بتدفع ثمن إنها قدمت ملف التعذيب. إحنا مش بعيد عننا الأستاذ نجاد البرعي والمجموعة المتحدة، ومش بعيد عننا كتير من منظمات حقوق الإنسان اللي بتشتغل في مجال التعذيب زي مركز القاهرة والمنظمة على الإصلاح الجنائي وغيره، منظمات كثيرة بتعمل على ملفات التعذيب. وكان يعني في محاكمات بتتم، إنه الأستاذ نجاد البرعي مثلا على سبيل المثال إنه عمل قانون يعني لمنع التعذيب في مصر واستعان فيه ببعض الخبراء وبعض القضاة وبعض الشخصيات اللي يعني خلينا نقول اللي هي الخبيره في جهات مختلفه في الطب الشرعي وفي المحاماه وفي البوليس. وكان نتيجه المساله دي ان اتعرض للملاحقه وللمحاكمه، وما زالت الامور للاسف بتسير في هذا الاتجاه. فانا اظن ان المجتمع المدني المصري يعني منذ سنوات طويله هو بيشتغل على ملف التعذيب وعنده اسهامات كبيره، لكن من واضح ان ملف التعذيب هو ملف خلينا نقول خط احمر، وانه وزاره الداخليه بتدافع او بتهاجم المجتمع المدني او بتدافع عن نفسها وبتعتبرها مساله شخصيه. ولذلك هنجد انه ليس غريبا انه يحاكم يعني نشطين في المجتمع المدني بتهمه انهم للاسف بيعدوا قوانين او انهم بيدافعوا في المحاكم المصريه عن الاشخاص اللي هم بيتعرضوا للتعذيب. فاحنا للاسف دفعنا الثمن، لكن خلينا نقول انه دي قضيتنا وانه لا يجوز ان احنا نتخلى عنها مهما كان الثمن. بنشكرك، كنت معنا عبر خدمه سكايب من جنيف محمد زارع نائب رئيس الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان سابقا، شكرا لك يا استاذ محمد. نخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اجتمع صباح اليوم رؤساء عدد من أحزاب التحالف الوطني لتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة. وضم التحالف عدد من الأحزاب السياسية وهم مستقبل الوطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والمصر الديمقراطي والشعب الجمهوري والتجمع وإرادة جيل والحرية المصري والعدل والمؤتمر والإصلاح والتنمية، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب. وقال الإعلامي يوسف الحسيني المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر إن التجربة الثانية لتشكيل تحالف انتخابي بعد مجلس الشيوخ يجمع معارضة موالاة لم تحدث من قبل. وينضم إلينا من الدوحة ياسر الهواري عضو حزب الدستور. أهلا بيك معايا ياسر. خلينا نبتدي من المشهد اللي احنا بنشوفه ده، وأن يعني زي ما قال عليه يوسف لم يحدث من قبل غير في انتخابات الشيوخ. مرة أخرى قائمة موحدة التحالف الوطني من أجل مصر بتضم أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة. الحقيقة اللي في مجلس في انتخابات مجلس الشيوخ حصلت على يعني نصيب ضئيل جدا جدا وسقط كل المرشحين الفرديين بتوعها. شايف المشهد اللي بيتكرر تاني في مجلس النواب ده إزاي؟ مساء الخير يا سلمى عليك المشاهدين. الحقيقه نفس الكلام اللي قلته على انتخابات الشيوخ اللي فاتت، ان هي نسخه مكرره من تجارب الانتخابات اللي بتحصل في مصر من 2013 حتى الان.
يعني المشهد يعني يكاد يكون بنفس الأشخاص، يعني ما كانش حرفيا بنفس الأشخاص. حتى حزب مصر الديمقراطي المصريين الأحرار، وهو حزب من الأحزاب يعني المحسوب على أنها من الأحزاب الموالاة، قرر الخروج على مسألة التحالف والتنسيق مع باقي الأحزاب اللي حضرتك ذكرتيهم من شوية، وقرر أنه يخوض الانتخابات بشكل منفرد في محافظات الصعيد فقط لا غير. فالشكل ده الحقيقة أنه على ما يبدو أنه التجارب لسه ما بينتش للمشاركين في التحالف او المشاركين او المسؤولين في الدوله، ان التجربه بالشكل ده مش يعني ما بتوديش في حته. يعني احنا هنفضل استنساخ للبرلمان الموجود دلوقتي، واستنساخ لمجلس الشيوخ طبعا تجربه جديده، لكن استنساخ لمجلس الشورى اللي كان موجود ايام حسني مبارك. يعني الفكره هنا انه يعني فكرة انه يبقى في احزاب المعارضة والموالاة يقعدوا مع بعض ويعملوا تحالف جوه، طب يعني طب ازاي؟ يعني انا معارضة وانت موالاة، طب يعني هنشتغل مع بعض ازاي؟ طب ايه اللي بيجمعنا مع بعض؟ طب ايه هي يعني فين المنافسة في المسألة؟ فانا بعتقد انه لا، يعني المسألة ما بتمشيش بالشكل ده. حزب الدستور عمل استفتاء داخلي نتيجته طلعت 67% مع المشاركة، لكن لم يشارك في التحالف، يعني ما شاركش في المشاورات اللي حصلت، وبالتالي ما شاركش في الاجتماع اللي حضرتك تفضلتي وذكرتي اسمه اسماء الاحزاب اللي شاركت فيه. طب خليني فالمشهد افهم الحقيقه يا هو ياسر، تكرار، يعني انتم في حزب يعني الدستور مع، والتكرار مش هيودي لنتيجه مختلفه. خليني افهم، انت زي ما انت ما قلت انتم في حزب الدستور خلاص هتخوضوا الانتخابات لان نتيجه التصويت 67% للموافقه على خوض الانتخابات. هل في وجهة نظرك أن المفروض أن الأحزاب المعارضة في اللحظة زي كده تشارك ولكن مش في قائمة موحدة مع أحزاب الموالاة، ولا زي ما البعض بيقول لا ما فيش أصلا أجواء انتخابية، ما فيش نزاهة، ما فيش شفافية، ما فيش دليل على حياد مؤسسات الدولة، فالمفروض أن احنا نقاطع؟ هي فكرة انه اللي بيقول انه مفيش شفافية ومفيش ضمانات ومفيش يعني الطلب، فكرة طلب الضمانات يعني ان العملية تبقى عملية نزيهة وعملية ديمقراطية سليمة وفي مراقبين والكلام ده كله، انا بعتقد ان هي يعني في وسط الظروف دي احنا لازم نبص على الاحزاب السياسية ان هي دي شغلانتها. هي هو الحزب ممكن يعمل ايه غير ان هو يشارك في الانتخابات؟ ما هو ملوش اي ادوار تانية. يعني الاحزاب السياسيه مهمتها المشاركه في الانتخابات او المنافسه على الانتخابات او الكلام في ما يخص العمليه السياسيه بشكل عام، والعمليه السياسيه هي في حقيقتها خوض انتخابات. ممكن بقى نتكلم في فكره انه حصل انتهاكات في اثناء العمليه الانتخابيه او حصل كذا او كذا، لكن دور الاحزاب السياسيه ان هي تعمل ده. دور المؤسسات الحقوقية ان هي تتكلم على الضمانات مش موجودة يعني، لكن هنا ده منفصل، يعني المسألتين منفصلين. يعني الحقوقي من حقه ان هو يتكلم ويقول يا جماعة المشاركة هتبقى مشاركة قاصرة وانه مش هتحقق هدفها لانه في ما فيش ضمانات وما فيش اشراف وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش حرية تعبير وما فيش حرية ظهور بشكل متساوي في الاعلام، لكن كمان من حق الاحزاب السياسية ان هي تمارس عملها لان هو دي شغلانتها. يعني هي الاحزاب السياسية اذا طلبنا جميعا ان الاحزاب تقاطع خلاص، يعني نعلن بقى انه الاحزاب يعني تفك نفسها تحل نفسها وخلاص وتنتهي المساله بالشكل ده. فانا بعتقد انه في وجاهه مهمه فيما يتعلق بالكلام اللي بيطلع من المؤسسات الحقوقيه حول انتخاباتها ونزاهتها والضمانات اللي موجوده فيها، لكن كمان الاحزاب السياسيه من حقها ان هي تمارس عملها فيما يتعلق بنزولها الانتخابات وممارستها للعمل السياسي. حتى لو كان ده يعني انا فاهم كويس ان الظروف الحاليه ظروف منتهى الصعوبه على الاحزاب السياسيه على العمل السياسي بشكل عام، لكن لو الاحزاب السياسيه ما قررتش ان هي يعني تدخل وتعمل يعني زي ما بنقول كده باللغه الدارجه تعمل خناقه جوه العمليه جوه الانتخابات يعني، وتحاول ان هي تاخد يعني يبقى في بروز لدور الاحزاب السياسيه، والا يعني خلاص بس ليه الناس الاحزاب تقعد المعارضه مش هتكلم يعني في.
السلاسل ما شفناش اي توحد ليها، ما شفناش مثلا في انتخابات مجلس النواب، ما شفناش ان الاحزاب المعارضه عملوا اي يعني حتى مش هقول يعني مش هحلم ان هم يكون ليهم قائمه مشتركه او اي حاجه، لا هم ما كانش ليهم اصلا موقف موحد. يعني في النهايه حتى الحركه المدنيه الديمقراطيه ما طلعتش بيان واحد عن مجلس عن انتخابات مجلس النواب. بالمناسبة من كام أظن من أقل من أسبوع يعني الحركة الوطنية طلعت ما يشبه يعني إخراج للحزب المحافظين من الحركة الوطنية. يعني المسألة ما هي يعني الحركة الوطنية بقت ملخصها دلوقتي إنه تحالف ما بين حزب الدستور وحزب الكرامة. الحزب المصري الديمقراطي خرج عن الإجماع وشارك في الانتخابات اللي فاتت، انتخابات الشيوخ. حزب المحافظين قاطع وشارك بعدين في او يعني هيخش في القائمه يمكن الموحده او حاجه، لكن حزب الدستور وحزب الكرامه على موقفهم. يعني لغايه دلوقتي لسه حزب الدستور وحزب الكرامه مقررين ان هم يبقى يعني يبقوا في حته ثانيه لوحدهم. يعني العمليه بقت صوت يعني صوت خافت جدا للمعارضه. يعني خلينا نبقى بشكل واقعي كده انه رموز المعارضه المصريه يعني واحد من رؤساء حزب الدستور السابقين موجود في السجن، واحد من مؤسسين حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاستاذ زياد العليمي موجود في السجن. فهي المساله طبعا يعني في مشكله كبيره جدا فيما يتعلق بالعمل السياسي بشكل عام. فما اقدرش اقول ان العمليه طب ما ده برضه نقطه يعني نتكلم عليها بشكل يعني زي ما طبيعي جدا، وبالتالي هم الناس دي ما بتتكلمش ليه؟ عضو مجلس السياسي زياد العليمي موجود في السجن زي ما انت ما بتقول، خالد داوود، غيرهم من شباب الاحزاب موجودين في السجون. البعض بيقول برضو يعني ازاي ممكن الاحزاب تشارك في انتخابات واعضائها موجوده في السجون؟ يعني على الاقل يعني على الاقل ان هي ناس تخرج الاول مثلا. وهل عدم المشاركة خرجت حد؟ يعني خلينا واقعيين برضو. يعني أنا شخصيا يعني مش مؤيد قوي، يعني مش واخد يعني أقول ما أقدرش أقول إن أنا عندي حسم للمسألة كشخص. يعني طبعا حزب الدستور كحزب عمل يعني استفتاء داخلي ونتيجة زي ما قلت لحضرتك 67% مع المشاركة، لكن أنا شخصيا مش قادر أحسم المسألة بشكل كامل. هل المقاطعة هتخرج حد من السجن او خرجت حد من السجن؟ هي ممكن تكون قد تشكل ورق الضغط طبعا، لكن الحقيقه انه المقاطعه على مدار الفترات اللي فاتت من 2011 لغايه النهارده كل الاشياء يعني او كل الاحداث السياسيه اللي في جانب اخذ فيها المقاطعه خسر تماما. يعني من اول استفتاء 19 مارس لغايه الانتخابات اللي فيما بعد لغايه انتخابات الرئاسه في 2012 الناس اللي قطعت. يعني هي الفكره انه يعني فكره المقاطعه يعني ما اثبتتش ان هي سلاح قوي او ورقه ضغط قويه، ولا المشاركه. يعني بالمناسبه يعني هنا لا المشاركه ولا المقاطعه لغايه اللحظه دي يعني اثبتت ان المساله ممكن قد يعير لها الناس بالا. لكن الفكره هنا انه عزوف الناس عن العمل السياسي، هذا الخطر الحقيقي. يعني انا رايي انه ورقه الضغط الاساسيه والرئيسيه هي الناس العاديه الغير مسيسه، القطاعات الغير مسيسه. عزوفهم عن العمل السياسي ده الخطر الحقيقي. يعني فكره انه تتعمل انتخابات والناس ما تسمعش عنها خالص او ما تهتمش او الناس مش عايزه تسمع عنها ده الخطر الحقيقي. الحقيقه ده الخطر الحقيقي على مش العمليه السياسيه بس، خطر الحقيقي على يعني الحياه في مصر بشكل عام. يعني ما فيش دوله في الدنيا هتفضل الدنيا ماشيه فيها بالمجموعه اللي بتقعد مع بعض تجتمع عشان تطلع بيان وتقول. يعني الموضوع مش كده. ففكره يعني العزوف عن العمل السياسي لما يبقى كمان من القطاعات الغير مسيسه ومن القطاعات المسيسه ان هي تقرر الناس تستسهل المساله وتقول خلاص انا هقعد في البيت لانه ما فيش ضمانات، فانا بشوف ان ده يعني ما بيوديش في حته. يعني ما بيروحش ما بيتبنيش عليه حاجه. يعني فكره المقاطعه بالشكل الكامل والناس كلها تقعد في البيوت، لا، رايي انه يعني الحقوقيين يتكلموا على الضمانات ويتكلموا بتاع، وبتوع السياسه السياسيين كمان لازم يحاولوا ان هم ياخدوا مكتسبات، ياخد يعني تبقى عمليه حتى لو اكتساب يعني نقاط بسيطه جدا، ولكن في الاخر يعني النقاط دي بتتراكم. يعني هي في الاخر هو ده اللي بيحصل. يعني طبيعه الاشياء ان الدنيا بتمشي كده،
لغايه لما الناس اللي يعني في الاول وفي الاخر الاحزاب السياسيه قوتها الحقيقيه المؤيدين ليها، مش اي حاجه تانيه يعني، ما يعني لا يملكوا غيرها. فلما هيقعد في بيته ويعتزل العمل السياسي ويقرر ان هو ما يتكلمش وما يتكلمش خلاص يعني، ما يعني هيتنسي حتى كمان. فيعني ما هي المساله الحقيقه معضله كبيره جدا، والكلا يعني وجهات النظر يعني ليهم وجهاتهم. انا شخصيا اميل لفكره المشاركه يعني بشكل عام. انا قلت ان انا مش حاسم قراري، لكن انا اميل لفكره المشاركه بشكل عام يعني، بشكل عام في اي انتخابات في الدنيا يعني لازم الناس تبقى ليها وجود، لازم تتكلم ولازم تشتبك ولازم يعني يبقى ليها كده يعني رايها في المساله يعني. بنشكرك، كنت معنا من الدوحة ياسر الهوالي عضو حزب الدستور، شرفتنا ياسر. شكرا لكم متابعتكم، ليلتكم سعيدة، كونوا سالمين.